ولاء حافظ بطل الغطس العالمي، صاحب أطول غطسة تحت الماء، واللي اتسجلت في موسوعة جينيس ريكوردز العالمية. وقتها احتفت به القنوات والمواقع ومنشطات الصحف، ولم ينقطع الحديث عنه لفترة طويلة. توقعنا أن الأنظار ممكن تختفي عنه بعد إصابته بشلل رباعي نتيجة حادث مروع كان كفيل بأنه ينهيه نفسياً وجسدياً ويقتل فيه روح المغامرة. إلا أن العجز مطلش روحه وإيمانه، اتسبقت بالفعل القنوات والفضائيات للقائه والحديث معه بسبب حالة الرضا والابتسامة الدائمة، وبسبب تصميمه على تحقيق حلم جديد بيسميه التحدي الأعظم. ولاء حافظ بيستعد لدخول تصنيف عالمي جديد، وبيستعد لنيل لقب صانع المعجزات، فهو بيحضر نفسه للغطس في حالته وتحقيق رقم قياسي جديد برغم تخوف الأطباء، إلا إن حجم الإيمان في قلبه وحجم إيمان أسرته وأولاده بيه قادر يصنع معجزة جديدة. قررنا إننا ندعم كابتن ولاء حافظ ونشجعه على حلمه. زرناه في بيته في وسط أسرته مع زوجته وأولاده، أهم الداعمين ليه، واللي بسببهم وبسبب عزيمته ودعوات كل اللي بيحبوه هيقدر يعملها. كابتن ولاء حافظ اسم شهير في عالم الغطس، وصلت شهرته انه اتسجل في موسوعة جينيس الارقام القياسية كيعني المصري او الوحيد في العالم اللي قعد 3 ايام غطسان تحت المية. طبعا انا دي بالنسبة لي حاجة يعني خيالية جدا، واحد ما بيعرفش يعمل كده اساسا. انما يعني أحياناً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحصل إنه يعني إحنا شفنا شكله وشفنا جسمه وشفنا لياقته وشفنا قد إيه كان رياضي. أنا قلت له يعني أنا بتفرج على هركليز، إلا إنه عمل حادثة في سنة 2016، ويعني يمكن كل ده توقف نتيجة يعني إنه حصل له شلل رباعي. أنا في بيت كابتن ولاء حافظ، ومعايا طبعا كابتن متشرفة بوجودي معاه، ومعايا البطلة التانية نورة زوجته. أهلا بيكم، وابتسامة جميلة مستقبليني بيها في بيت كده سكر كله كده ألوان مبهجة. لسه بقول لها أنا هدخل بقى ألاقي ناس قاعدة، لا لا خالص، ناس لذيذة ولطيفة جدا. الحمد لله على السلامة كابتن. الله يسلمك. حضرتك يعني مريت بحاجة صعبة جدا، وحاجة احنا لما نسمعها نقول اللي هيخرج منها اكيد هيبقى مكفهر اقل حاجة، انما الابتسامة الجميلة والرضا اللي في وشك واللي في قلبك وفي قلب مراتك الحقيقة خلانا لازم نيجي ونصور الحالة الجميلة الانسانية دي. انت عملت حادثة، دخلت في تريلا ولا ايه اللي حصل؟ لا، كنت ماشي على الطريق بتريلا، حاولت يمين في شمال كده، عملت حركه، كان في مطب باين قدامها او بتفادى حاجه يعني، فالمقطوره اللي ورا اتحركت معاها، فطبعا هو عملت زي لبه كده، فخبطتني خبطه في الاقزام قدام، خلت العربيه تطلع من بره الطريق، فالعربيه اتقلبت وحصل بقى الخبطه في خبط في السقف بتاع العربيه، فعمل لي كسر في الفقره الرابعه والخامسه عنقيه، وقطعت الحبل الشوكي. كنت حاسس بالحادثه وكده؟ كنت حاسس بكل حاجه. بس ابو بقى من العربيه الناس عدلوها، طبعا ما كنتش في اي حاجه بتتحرك في جسمي، ولقيت النفس كان ضعيف جدا. بس كنت مركز بقى في كل حاجه بتحصل، يعني كان معايا حاجاتي الخاصه يعني فايق. ما غبتش عن الوعي؟ لا. كلموا بقى نورة ساعتها، كنت في الساحل، هو كان رايح الشغل، انت بتشتغل، انت كنت قبطان بحري؟ انا كنت ضابط بالقوات الخاصة البحرية، بعد كده بقيت مرشد في هيئة قناة السويس. فكنت رايح السويس، كان عندي هناك الوردية بتاعت الشغل بتاعي. ونورة كانت في الساحل؟ عيد بقى، كان في عيد. كنت في العيد؟ تاني رايح الشغل في العيد. شفته بقى؟
الناس بقى ما تروحش الشغل في العيد، الناس تعيد. كلموكي بقى يا نوره وقالوا لك انه كابتن ولاء عمل حادثه، خدتي الخبر ازاي؟ لا اتصدمت وقعدت اعيط، وانا وكانت والدته معايا وجدته واخته والولاد. كان المفروض اصلا هو جاي لنا يعني قال لنا هخلص الشغل واجي لكم تاني يوم، بس حصل بقى الظروف دي، وكنتش متخيله ان الموضوع هيوصل لكده، كنت فاكراها حادثه وهيبقى كويس، بس قدر الله ما شاء فعل. احنا الحادثه دي مرينا بمراحل كتير قوي، مراحل صعبه وكل مره تصعب، يعني يعني ناس بتعمل حادثه وتطلع خلاص. لا احنا عملنا الحادثه وجالك ميكروب وانفكشن، وايه اللي حصل؟ جاله بكتيريا قاتله يعني اسمها كلابسيلا، وواحده تانية اسمها اسيتوباكتر. عملت له تسمم في الدم وراحت لكل الاعضاء اللي في الجسم، خلته يشيل المراره والكلى الشمال. وعملت له التهاب او انفكشن في الرئه، مية على الرئة في اليمين شوية والشمال شوية، وخلاه يعمل شق حنجري بعد كده عشان التنفس كان صعب. وكان تقريبا ده هو ده حصل في ألمانيا. في ألمانيا. هو المفروض انه هيئة قناة السويس بعتتك ألمانيا علشان تعمل علاج طبيعي تأهيل، لكن كل او تأهيل يعني، لكن كل الانفكشن اللي حصل دي حصلت هناك؟ لا الانفكشن حصل في مصر. وطلعت عنايه مركزه. قعدت حوالي 15 يوم، بعد كده قالوا لي انت كده تمام، لازم بقى تسافر عشان تستكمل علاجك في المانيا كعلاج طبيعي. تمام. فلما سافرت المانيا فالدكاتره الدكتوره اللي استقبلتني هناك صاحبه المركز التاهيل قالت لي والله الادويه، وعاوز حد يجي يركب لي المحاليل بتاعه الانتيبيوتيك وبتاع. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان عندي كان التهاب رئوي فلازم اخد الانتيبيوتيك يعني. فجأت تبص على الادويه اللي باخدها، فقالت لي ايه الادويه الكتيره دي؟ والادويه دي يعني تاخد انت حاجه ضخمه قوي ان انت تاخد الادويه دي على التهاب رئوي. فالمهم بالليل لقيت ما كانش عندهم حد يركب لي كلمه بالليل ساعتها. فقالت لي بكره هنوديك مستشفى وتشوف نركب لك كلمه ونديك الادويه. فجت بالليل بقى الحر سخن جامد وتعبت قوي، فطلبوا لي اسعاف، خدتني وديتني على المستشفى، عملوا اشعه على الرئه، لقوا ميه جامده قوي. وقعدت حجزت في المستشفى، بداوا بقى يشوفوا القصه فيها ايه. لقوا بقى كل الانفكشن وكل البكتيريا وكل انواع البكتيريا العجيبه دي، وبتقولي لي ان هم بعتوا جابوا الانتيبيوتيك اللي بيموت البكتيريا دي من امريكا، هم في المانيا بعتوا جابوه من امريكا. حاجه بقى دخلت غيبوبه. شفت الغيبوبه بيضحك ازاي؟ كانت جميله قوي. هو قعدنا شهرين مش حاسين بحاجه، ولا انت حسيت بحاجه؟ لا انا ما كنتش حاسس بحاجه، بس بقى كنت بحلم بقى يعني حاجات. يعني انت طلعت من الغيبوبه فاكر حاجات حلمت بيها؟ فاكر. طبعا فاكر حاجات. يعني ان انا كنت مثلا خلاص بقى يعني بدفن بقى وبتاع وكده، وكانت مراتي واولادي بيشدوني لا استنى احنا عاوزينك. احلام كده، واحلام كانت بتجيلي المستشفى مثلا اتحرقت وانا كنت قاعد في عربيتي، اخذوني في عربيه اسعاف انا والممرض اللي كان موجود. يعني احلام الغيبوبه كلها انه حد بينقذك من بيشدك من الموت، او بيشدك من حريقه، او بيشدك، دي الغيبوبه. سبحانك ده اللي كان فعلا بحلم بيها يعني. ان الولاد يجوا لك، حبايبي ولادك محمد وعمر يجوا ياخدوك، 11 سنه و8 سنين. يجوا ياخدوك ويشدوك من ايدك ونور يطلعوك. يعني دي ده الشهرين اللي ده اللي انت فاكره. ده اللي انا فاكره. نورة بقى الشهرين دول فاكراهم طبعا. طبعا ما يتنسوش يعني. ايه عملت فيهم ايه؟ والله انا ووالدته كنا على طول بندعي، الناس بتدعي على طول، بنقرا قران. بس بصراحه يعني كان عندنا الحمد لله صبر وايمان ان هو ان شاء الله ربنا هيشفيه يعني. دايما عندنا يقين ان احنا ان ولاء هيقوم بالسلامه ان شاء الله يعني. وكل الناس كانت بتدعي له، وهي دعاوي الناس الحمد لله، وربنا واقف جنبنا بصراحه وعدنا من المرحله الصعبه دي. لان في المانيا كانت الدكاتره تقول لنا ان هو عايش على الاجهزه، وهم حتى لما يعني رجعت صحته اتحسنت استغربوا جدا ان هو اتحسن بالشكل ده الحمد لله. هم هناك في المانيا قرروا في وقت انه ده هو عايش على الاجهزه، فاحنا ممكن نشيل الاجهزه ويعني ويموت. قالوا لك كده؟ هم قالوا لي ان هو عايش على الاجهزه، وان يعني ما فيش اي امل يعني.
لكن احنا طبعا الموضوع ده يعني على يمكن هنعمل حاجه زي دي ان احنا نشيل اجهزه او كده يعني، بس الحمد لله لقوه بعد اسبوع بيتحسن، فهم حتى استغربوا من الموضوع ده. يعني هم قالوا لك ايه؟ خلاص ده مفيش امل والاجهزه يعني هو الاجهزه عايش على الاجهزه، وان هو لو شلنا الاجهزه مش هيتنفس ومش هيعيش. بس احنا طبعا كان عندنا ايمان بربنا ان هو ربنا هيشفيه يعني. هم طبعا وبعديها فعلا باسبوع لقوه بيتحسن. انت خرجت من الغيبوبه، الناس يعني انت قعدت اسبوعين في شهرين في الغيبوبه، خرجت عامل ازاي من الغيبوبه؟ خرجت فاكر مدرك؟ لا انا في حاجات طبعا ما كنتش فاكرها، لكن انا لما فوق لقيت نفسي ما بتكلمش، مش شايف حاجه خالص، فقلت هو ايه اللي حصل بالظبط؟ هو لسه في الغيبوبه ولا صحيت وبتاع؟ المهم يعني جت دخلت والدتي، الكلام مش طالع، كانوا عملوا لك شقه حنجري او حاجه؟ مفيش صوت بقى مطلع. يعني بتكلم مفيش صوت طالع، مش سامع صوتي يا روحي. ف جت بقى والدتي بتقول لي معلش مش عارف ايه واستحمل تكلمني يعني. فقلت لها انا بقى هي بقى فهمت انا بقول ايه يعني. المهم يعني قلت لها ان انا يعني بقى كلامي يعني بقول لها انا تمام مفيش مشكله ما تقلقوش يعني. فبتقول لي انت معلش الكليه ومش الكليه وبتاع. لا يا ماما انا شلت المراره يعني. بقول لها لا شلت المراره بس. فقالت لا انت شلت الكليه. قلت لا المراره انت مش واخده بالك بس كده من المراره. ده بالصوت ايه بتكلمها ازاي؟ انا بحرك بقي هم بيكرروا الكلام اللي انا بقوله. فبفهم ان هم فاهموني يعني. فالمهم مامتي طلعت ودخلت بقى نوره. فقول لها مام يعني فاكره ان انا شلت الكليه و شايل المراره يعني. فقلت لها يا حبيبي انت شلت الكليه. طيب بجد والله؟ طب تصبح على خير بقى. وسبتهم شويه نمت شويه بقى. كنتش متخيل يعني الموضوع وصل ان الكليه كمان اتشالت. مع ان بقى بتقولي انت قلت لنا مفيش مشكله خلاص طالما انت كانت قالوا كده لازم نشيلها خلاص نشيلها. بس انا ما كنتش يعني انت مش فاكر مش فاكر بقى الجزئيه دي خالص. الموضوع صعب قوي يعني، صعب كتخيل حتى انه لو انت وانت بتجري كده وبنتفرج عليك وانت جسمك وان شاء الله ترجع كده تاني ان شاء الله. وانا قلت لك ان شاء الله ترجع كده تاني. يعني كنت تتخيل ان لو حد حصل له كده، هل تتخيل نفسك انك في الموقف ده، او تتخيل ان انت تبقى بالهدوء النفسي او الرضا ده؟ لا انا ما كنتش اتخيل اصلا يعني. انا اول ما عملت الحادثه من اول خالص ولقيت انا كان جسمي ازاي، كان لسه زي ما هو يعني ما كانش ما خسيتش. انا ما كنتش خسيت. انا خسستي كده موضوع البكتيريا والحاجات دي طبعا. كانت يعني ما باكلش خالص، كان كله اكل صناعي يعتبر يعني، ما فيش اكل يعني. كنت متضايق طبعا في الاول. بس قلت لا يعني اكيد ربنا مش هسيبني كده. لا انا هحاول ان انا امشي تاني. وكنت بعرف ان انا فعلا احاول احرك يعني كتافي، احرك الحاجات اللي انا عندي غط الصدر بس اللي ما بتحركش يعني فوق الصدر شويه، كتافي بتتحرك. فدايما كنت بحاول احركها، بحاول اعمل اي اكتيفيتي ان انا اخلي المرض يجي يحرك يجي يحرك يجي، بحس ان انا ايه اتحرك، ما عايز اتحرك. وقلت لا هي مش هتطول، اخرها سنه، اخيرا يعني مش هتكمل عن كده. انت لسه 2016. انا 2016. بس بقى لما دخلنا في موضوع البكتيريا ده طبعا العلاج الطبيعي كله وقف. يعني جالي تيبس في العضلات طبعا، ده ما بتفردش على الاخر. جالي 9 قرى في فراش. بس تخطينا خلاص المرحله الوحشه بتاعت الحمد لله الورد والكليه والكلام ده كله، خلاص دي خلصت وعدت. احنا في مرحله ايه دلوقتي بقى؟ احنا سمع حاجات كده غريبه جايه على اساسها اصله هيرجع يغطس تاني وبتاع، والدكاتره بيصوتوا يقولوا له لا او ممنوع. فانا جايه في نص الحدث قبل ما الحدث يحصل، وجاي عشان اقول لك ده انت هتعملها ان شاء الله هتعملها. ايه الموضوع بتاع الغطس ده؟ ايه الاوبسيشن بتاع الغطس ده؟ هو طبعا هو لما كان في المستشفى وابتدى يتحسن، قرر فجاه ان هو يخرج بره المستشفى، مش عايز خلاص اكمل في المستشفى، انا عايز اروح البيت. فطبعا الدكاتره كلها قالوا لا استنى شويه، الاحسن انت تقعد في المستشفى وتتحسن. قال لا انا خلاص عايزه، قررت ان انا عايزه ارجع البيت، عايزه اقعد مع اولادي، عايزه ابات معاهم، لا خلاص كده كتير يعني. ففعلا روحنا طبعا برده ما سمعش كلام الدكاتره يعني، هو قرر مع نفسه ان هو خلاص اخذ قرار انه يرجع البيت. بعد كده بعدها بشويه ابتدى يعمل علاج طبيعي في البيت. بعد كده كلم صحابه كده قال لهم انا عايزه اغطس. كلم الدكتور اشرف صبري، دكتور طب اعماق،
قال لك عايز اختصر. الدكتور قال لك ايه؟ قال لي حاضر يا حبيبي ماشي، اجي اشوفك واطمن عليك، وانا عندي نفسي اشوفك بقى كتير ما شفتكش مش عارف ايه. وكان في بقى بعديها على طول كلمته صديقي يعني عزيز مهاب زنون. طبعا هو اول ما شافني قاعد معايا وقال لي انت تقدر تعملها ولا مفيش مشكله وبتاع. كان جالي قبل دكتور اشرف صبري وكان برضه صديقي محمد الالفي، دول اصدقاء يعني من القرابين ليا يعني. محمد الالفي برضه شغال في الاخراج هو مهاب زنون، فقالوا لا انت تقدر ومش عارف ايه. فانا كنت حاسس من كلامه ان هو بياخدني على قد عقلي يعني، كل واحد يقول لي تقدر ومش عارف ايه، قلت له لا ده انا لازم بقى اعملها يعني. فجاء دكتور اشرف صبري فقلت له انا كان حالتي كذا، وريته الاشاعات وريته التقارير الطبيه وريته كل حاجه. المشكله مش في الشلل، المشكله في النفس صح؟ انا عندي 60 يعني، انا 60% من الحجاب الحاجز كان ده مش شغال. بسبب ان اعصاب مش واصل الاعصاب مش شغاله يعني. فدكتور اشرف قال لي بص ولا احنا انا مش هقدر اقول لك نعملها او نعملهاش، اصلا انت نفسك تعملها مفيش مشكله من التجربه، ننزل كده من حمام السباحه ونحط دماغنا كده ونشوف ايه الموقف. فالمهم بعد كده حكايه قايل لي ولاء هسالك بعد ما شفت التقارير، هسالك سؤال كده انت حبيبي من زمان واعرفك من زمان، انت عاوز تختص عشان تموت وتلزقها فيا ولا عاوز ايه بالظبط؟ قلت له يا دكتور انا برضه معاك كده عيب برضه يعني، بعد سمعتك الجامده دي هعمل كده برضه فيك. فقال لي طب خلاص نجرب. بعد كده فعلا روحنا حمام السباحه ونزلنا والحمد لله يعني. عملتها كذا؟ عملت تدريبات كده على اعماق صغيره بحيث ان ايه الدنيا تبقى كويسه يعني، ولقاني فعلا كويس واقدر ان انا اعمل الغطسه دي. شويه بشويه شويه بشويه ان شاء الله نزود كل شويه حاجه لغايه اما نوصل لكفاءه عاليه. طيب انا عايزاك تكلمني عن دور الحلوه دي. انا يعني عملت كتير يعني، يعني لو قلنا بقى البطوله لا هي البطله حقيقيه، هي والدتي شافوا اللي انا ما شفتوش في الشهرين في المانيا. ولما رجعت هنا مشاوير رايحه جايه وبيت في المستشفى يومين ومش عارف ايه يعني، اتبهدلوا اكتر ما انا اتبهدلت. انا قاعد مكاني يشيلوني الممرضين يحطوني هنا يودوني هنا، انا قاعد باشا ما بعملش حاجه. هي بقى اللي طلع عينيها مع الولاد والمذاكره ومن راح هنا ومن راح هنا، ويعني كان عندها برضو مشاكل تانية عند والدتها وكده برضو كانت يعني عمالة تلف، عارفة توفق بين كل الدنيا وفي نفس الوقت محتفظة بالضحكة الحلوة دي. هي بصراحة جميلة قوي. ستات العيلة كلهم جدتي والدتي ربنا مراتي وحماتي كله بصراحة شاف يعني أيام سودة طبعا معايا يعني كله تعب، حتى والدي تعب يعني. ابويا راجل صاعقه بحريه برضو تعب يعني، من هو ابويا بالصاعقه حضرتك عارفه الرجاله بتوع الصاعقه بتوع زمان دول ولا يبينوا حزنهم ولا يبينوا. فبيجي بقى بايه بقى بامراض يعني، بدات تضعف بقى يعني، كلهم تعبوا. جدتي تعبت على طول، بتتعب على طول، خالته برضو كله بيتعب بس ما بينش قدامي ان هو تعبان عشان انا ابقى مبسوط. بس انا فعلا ما فيهاش، انا فعلا بوصل لهم عايز اوصل رساله، انا مش متضايق، ده مكتوب لي ربنا كاتبه لي يعني. ده اللي فعلا جواك، ده اللي فعلا انت ده حقيقي. انا مش زعلان، انا مش زعلان، وانا عارف ان ربنا هيخليني اقف تاني على رجلي ان شاء الله، لان انا متاكد من كده ان شاء الله. فمش عاوزهم يخاف ان شاء الله. انا احنا بنعمل الحلقه دي يعني دي جزء تاني الحلقه انا كنت عملتها قبل كده، وفعلا الناس كان عندها شلل رباعي ومشيت، وبنات اضعف يعني بكتير. انت كمان بقول ده كان هيركليز، فاحنا عندنا هيركليز هيمشي ان شاء الله. كان في بنات اضعف من كده بكتير وكانوا قاعدين على كرسي متحركه وقاموا ومشوا كده. احنا جايين لك في نص الدنيا عشان نزقك الزقه دي ونقول لك هتعملها ان شاء الله يا رب هتعملها. فكره ان انت تنزل، اولا تصميم انك هتغطس دي، والدكاتره يقول لك انت عايز تلبسها فينا وبتاع، دي ان شاء الله هدف يعني هتعمله. وان شاء الله كمان موضوع انت عندك ولدين ان شاء الله على ما يكبروا كده ويبقوا طولك هتجروا جنب بعض انتوا التلاته. انا بعمل كان ده لاولادي كمان. عايز اربط لهم ان ابوهم قبل الحادثه كان بطل وقوي ويقدر يعمل اي حاجه، وبعد الحادثه برضه ما زال قوي وبطل، وفي دايما في نظرهم ابقى بطل. مش عاوز دايما، لان انا ابويا وعمي وجدي كلهم
يعني ابطال كلهم كانوا في الجيش وعملوا حاجات، فانا دايما ببصوا لهم بفخر. انا عايز برضو ولادي دايما يبصوا لي بفخر وفخورين ان والدهم او باباهم بطل زي اجدادهم. ده دي يعني اللي انا عاوز اوصله لولادي ان شاء الله توصل ورصة. وخليهم من جواهم يطلعوا زي اهل والدهم واجدادهم مش يعني يبقوا ابطال ان شاء الله. تعلي كمان يعني البطوله بتاعتك تعلى اكتر واكتر. انت يا نوره بتقولي ايه للولاد؟ يعني ساعات بييجوا يسالوا اسئله، مثلا يقولوا ليه بابي حكر له كده؟ يعني سالوا كده سالوا هو ليه يمشي انت؟ قال لهم لا ان شاء الله هيمشي، احنا لازم نساعده عشان يقدر يمشي ونشجعه في اي حاجه يعملها. هم حتى لما بيجي يتضرب في الغطس هم بينزلوا يغطسوا معاه ما بيسيبوهوش. والله الولاد كمان بيغطسوا وانت بتغطسي برضو؟ هو دربهم كلهم. ايه موضوع الغطس ده؟ ده انت بتحبه؟ لا ان شاء الله يعني يبقى حافز ليك انك ترجع تغطس تاني. والصور اللي احنا بنتفرج عليها دي اللي هي وانت بتلعب العقلة وانت كده، ان شاء الله يعني ترجع شوية بشوية ان شاء الله. بتحلم بايه؟ انا دلوقتي يعني طبعا حقيقة بعد حصل حادثة دي وكلام الدكاتره زي ما حضرتك عارفه، لا ده ممكن تكون كدمه ممكن تتعالج هتتحل، وبعد كده دكاتره تانيه تكشف عليا لا ده مشكله انت عندك قطع خلاص في الحبل وده ما بيتصلحش بسهوله، يعني بياخد يعني ممكن ما يتصلحش ممكن يتصلح بياخد فترات طويله. فطبعا قعدت انا ونورا نعمل سيرش على النت وبصينا لقينا في حلول نزلت في امريكا بحاجه اسمها الشريحه الذكيه، بتحط على الحته اللي فيها قطع او تحتها وبتعمل نبضات كهربائيه توصل المخ وترجع تاني. بتشتغل نفس الجهاز يعني الوظيفه بتاعت المخ، تخلي الجسم يتحرك عادي. وفي لا اوريدي في فيديوهات اتفرجت عليهم وناس اتعالجت واتكلموا في الموضوع ده. وفي دكتور اسمه اشرف جورجي مصري بس عايش في امريكا، هو متخصص اصابات حبل شوكي علاج طبيعي. قال لك ايه؟ قابلته مرتين. هو جاء مصر مرتين دول قابلته. اول مره كان بيشوف حالتي قال لي احنا اول حاجه لازم نشتغل على العضلات بتاعت ايدينا عشان في تيبس جامد لازم نفردهم، وبعد كده نشوف المرحله اللي بعدها. قال لي بس هي المشكله ان انت القطع ده جامد يعني ما يعني هياخد وقت لو اشتغلنا عليه يعني عالم هيبقى فيه نتيجه او لا ان شاء الله. وبعد كده تاني مره لما جاء بقى كان موضوع الشريحه كلمني فيها وقال لي دي حاجه اختراع، يعني قال لي ده حاجه ربنا سبحان الله جايبها لك. فقعدنا نتكلم في الموضوع ده وفعلا رحنا عملنا لقاءات مع القوات المسلحه خدمات الطبيه عشان نحاول ندخل الموضوع ده في مصر، لان احنا مش اقل من اي حته طالما نجيب الناس نعمل الموضوع ده في مصر بدل ما نصفر واحد نعالجه برا يبقى نعمل هنا اربع تنفار يتعالجوا. وكمان حضرتك شايف الحرب دايره في سينا طبعا. في اصابات شفتها في العجوزه وانا بعمل علاج طبيعي بالمناظر دي. طب ما نجيب بقى نعمل العمليات دي في مصر ونعالج ناس بره الجيش وجوه الجيش ونستفيد كلنا من الموضوع ده. في تجاوب؟ طبعا الناس كانت مبسوطه جدا وقالوا يبعتوا لنا الموضوع كله كبحث وندرسه ونحاول نعمل العمليات دي في مصر. ان شاء الله من خلال الغطسه دي بقى الغطسه اللي جايه دي بعدها ان شاء الله نعمل مؤتمر طبي كبير ونعزم الناس دي في مصر ونعمل الموضوع ده بحيث نبدا نشتغل فيه اصلا ما يمكن لانه متطلباته صعبه شويه غرف تعقيم بشكل معين. الغطسه دي المفروض انت هتعمل فيها ايه بقى؟ المفروض يعني هتكلم تحت الميه، هبعت رساله معينه يعني بعد دي بقى في الحدث. يعني في مفاجاه في الحدث؟ لا مفاجآت، مش مفاجاه واحده. احنا معاكم بالكاميرا بقى ونصور الغطسه دي، والمفترض انه الغطسه دي هتكون يعني حاجه قياسيه جديده او يعني رقم قياسي لحد يعني في الحاله دي انه يعمل غطس. صح؟ هو بحث في السيرش على النت مفيش حد في العالم عنده الشرق الرباعي بنسبه 60% من الرئه مش شغاله، اصل في شرق رباعي يختلف عن اخر لان دي اعصاب حضرتك عارفه طبعا، ففي اعصاب ممكن تكون شغاله واعصاب ما تكونش واصله. صحيح. ما فيش حد فعلا عمل غطس زي كده قبل كده بالمده. انا ان شاء الله بحاول
نعمل مدة تطول المدة. طبعا الدكاتره مش موافقين على حكايه المده دي خالص. ما عايزين ننزل اقول الكلمتين وسلام عليكم وعليكم السلام. بس طبعا انا مش موافق على الكلام ده. ان شاء الله هنطول المده شويه وربنا يكرم ان شاء الله. يبقى رقم قياسي جديد. يبقى رقم قياسي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ويقويك كده ونتفرج على الغطسه كده ونسقف لك باذن الله. وبعدها بقى ان شاء الله نشوفك وانت ماشي على رجليك ان شاء الله. يا رب بإذن الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. بشكركم على الاستقبال الحلو ده وعلى طاقه البهجه الحلوه دي اللي انتوا اديتوها لي. وان شاء الله نفرح بيك ونيجي نحتفل معاك ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي.